فريق حيش. نحن بنمثل فريق تونس. حاليا الاطفال خاضوا لتدريبات اكثر من 6 شهور. نحن بنثبت للعالم رغم المعاناه والوضع السيء في المخيمات انه اطفالنا مستمرين في الرياضه في التدريس. رساله لكل العالم انه رغم نحن كل المعاناه ورغم كل القصف والتهجير راح نعيش اللحظات الحلوه، ما راح ان شاء الله نستسلم للياس.